FM. الكل ملك. Headlines. بعد 2011 تبارك الله خيرات من المجلات ومن الجرائد ومن المواقع الإخبارية الإلكترونية والقنوات التلفزية. دونك وقت نبدأ ونحضر أنا وسي منظر بضيافي المحلل السياسي والإعلامي ما بين اختيار أنا هو أهم الأخبار والعناوين الكبرى الصادرة في الصحافة الوطنية بمختلف السيبور متاحة برمو معناها إنتاج ما هيش سهلة برشا منظر إيه ربي دوم النام إيه إن شاء الله انطوكا عطينا الاخبار المزيانه اكثر من الاخبار اللي توجع شويه القلب في البلاد المزيانه تونس ان شاء الله اللي جاي خير. بريف نبداو سي منظر بالضيافي دونك مع جريده الشروق ولابريس اللي يقدموا في الحقيقه تحيه للقوات الامنيه والحرس الوطني والعسكريه للنجاح في العمليه اللي صارت يوم امس في رماده في تطاوين تقريب التصدي ل عدد من الإرهابيين تم القبض عليهم وكذلك حجز زوز سيارات فيهم أسلحة كبيرة زوز سيارات مفخة. دونك كما جريدة لابريس تقول ان كود ماتخ معناها ضربة معلم فنحن بدورنا نقدم تحية كبيرة لمختلف القوات الأمنية والعسكرية بكافة الأسلاك متاحة. امتمو منظر على الحدث هذا. بالفعل العملية الأخيرة سي ان كود ماتر بالحق نجحت المؤسسة الأمنية في أن تقوم بعملية مهمة جدا في القبض على الجماعات الإرهابية التي تتابع فيها منذ فترة وهذه من النجاحات الحقيقة اللي تحسب لفائدة الأمن التونسي برغم أنه الوضع صعيب ومتفجر من نجمه كان نقول برافو ربي معاكم ونحن معهم جد بيان سور ونحن معهم كذلك. دونك نفهموا انه التنظيمات الارهابيه مده الاخرى قاعدين نسمع محاولات نتاع القيام بعمليات ارهابيه من خلال سيارات مفخه هذا جديد ممكن في الاسلوب نتاع التنظيمات الارهابيه هذه. نواصلوا مع الشان الامني في تونس. جريده المغرب في الصفحه السادسه نتاعها تقول بين رسائل مشفره واتصالات هاتفيه ومخطط بالاغتيال 80 شخصية تحظى بالحماية الأمنية اللصيقة توفرها الداخلية والأمن الرئاسي حماية 47 مؤسسة محل استهداف من قبل التنظيمات الإرهابية 1085 شخصية تحظى بالحماية في إطار النسيج الأمني. بتاتر هنا منظر ممكن زملائنا في جريدة المغرب قرروا يعملوا مقال على المسألة هذه بعد ما أثاروا زميلنا الإعلامي معز بن غربي حول ضرورة توفير حراسة لكل شخص دونك مهدد. لهنا سؤالي منظر كانوا الحمل بدا يرزن شوية في هذه المهمة على وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية تقريبا دو ديبارتمون هذوم هم اللي وفروا في حماية الشخصيات. هل مع أنت هل أنك مع فكرة اللجوء عند الحاجة إلى شركة خاصة أمنية كما هو معمول به في مناطق أخرى تعرف هروب وإلا تهديدات إرهابية؟ بالفعل هذا موضوع جدي ومهم للغاية. العدد أصبح كبير ياسر لتتولى وزارة الداخلية أو الأمن الرئاسي حمايتهم وغيرك من الشخصيات من المؤسسات من الأحزاب من غير ذلك. بالتالي هذا سوف يؤثر بالفعل على أداء المؤسسة الأمنية اللي يلزم تكون حاضرة وجاهزة في محاربتها للإرهاب وغير ذلك. إذن في كل يوم أصبحنا حتى نراه أنه الشخص بعض الشخصيات العامة من إعلاميين وسياسيين وغير ذلك يطالبوا بأنه يحموهم. معناتها في تقديري الموضوع برشا استنزاف كاهل الوزارة لا يسمح وثم هناك أولويات وهذا ما يعنيش أنه أرواح الناس مش أولوية لكن أرواح التونسيين الكلها زاد أولوية. الإرهاب ما يهددش كان بعض الناس الذي يقول أنهم مهدين أو جتهم مؤشرات على أنهم مهدين فالإرهاب يهدد البلاد الكل والمواطنين كلهم كيف كيف. الإرهاب الله اللي يقدر كي يعمل عملية إرهابية ويضرب في سوق ولا في سوبر مارشي ولا غير ذلك فهو يضر التونسي كل الله لا قدر. إذن بالتالي الحماية هي الحماية لكل التونسيين ولا بد من فكرة جديدة ياسين ممكن أن الناس هذه تلتجأ إلى شركات خاصة وما يكونش على كاهل المؤسسة الأمنية
وبصراحة وباش نقولها وممكن ما تعجبش برشا بالناس، هناك بعض الناس تدعو إلى أنها تكون محمية وغير ذلك، ولت عندهم فوبيا، ولابد أن تكون الناس ساقيها على الأرض وما نشتوش مجهود المؤسسة الأمنية. كل مرة طالع عنا واحد راني مهدد بالقتل، راني هاد بكل شيء. صحيح نسمع ونتفاهم أنسيدي سبيت، لكن ماذا بينا أكثر ما يمكن من الجدية، لأن يبدو أن باش تولي عنا بلاغات كاذبة في هذا الشأن. على كل متفق معك تمام الاتفاق، ولو أنه وزارة الداخلية وكذلك رئاسة الجمهورية هم الناس اللي أقدر باش يقيموها، لأنه أي شخص متعرض إلى تهديدات وإلا لا، لأنه فيها زادة مسؤولية كما صار ربي يرحمهم توا الحاج البراهمي وكذلك شكري بالعيد، جات التهديدات ولكن بون اللي صار صار، ربي يرحمهم، نغزروا القدام. كذلك في نفس جريدة جريدة المغرب في الصفحة الموالية صفحة 7، إيقاف أكثر من 2000 إرهابي منهم 1800 أحيلوا على القضاء، في حوار لرفيق الشلي كاتب الدولة بوزارة الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية. لهنا سؤال كذلك آخر مهم، وكأنه مازلنا في سياسة النظام القديم، منظر يقع اعتقال المشتبه فيهم في قضايا إرهابية ولكن وإحالتهم للقضاء، ولكن ما نسمعوش في المحاكمة متاعهم. بالفعل هنا تم مفارقة كبيرة، وثم الإكواسيون المعادلة مش لنا ما تستحق الكثير من التعديلات المهمة. يبدو أن هناك اعتقالات عشوائية، وهنا ما ليس الاتهام موجه لأي جهة بكل باش نكونوا عاملين، لكنه ماذا بينا ما نطيحوش في نفس الخطأ السابق أنه يولي الاعتقال على الشبهة. أنا واحد يصلي اعتقله، أنا واحد قريب له إرهابي تعتقله، أنا واحد كلمه واحد قريب ممكن متهم والمدري شنو، الاعتقالات على الشبهة وماذا بين المزيد من التروي. صحيح الوضع دقيق، ما نعطوش دروس حد، هما يفهموا المسألة الأمنية وعندهم قدراتهم، لكن يبدو أن هناك بعض الأخطاء ممكن نتفهمها في إطار أنه الهدف الرئيسي هو فعلا العمل اليومي والجدي والمثابر على متابعة الناس هذه كل العدد. الإيقافات كبيرة جدا، وقعدنا نلاحظه ياسين في الفترة الأخيرة أنه المؤسسة الأمنية تعتقل والقضاء يسيب، وهنا ما نقولش خطر القضاء ما معناتها ما خدمش قمته، لا نزه القضاء التونسي عن القمته لأنه الملف ما يلقاش فيه حد شيء يولي يسيبه بشد ناس ما عندهاش. بالتالي لابد من المزيد من الحذر، لابد من أن تكون الأمور هذه أكثر سيبلي. ونختم ونقول ما يكونش الاعتقال على الشبهة، مش أي واحد يصلي رغم عنه إرهاب، لأنه في الحقيقة معناها ملف صعيب برشا، مانيش فاهمين الحكومة علاش خايفة، فما أمور غامضة إلى الآن، لأنه اعتقال متاع الناس هذوما اللي مورطين في قضايا إرهاب لابد من المحاكمة بعد ما تثبت بالطبيعة التوريطة متاعه في عمليات إرهابية. طبعا ناخذ الكاميرا أخرى متاع جريمة اغتيال كل من الحاج البراهمي وشكري بالعيد، لليوم مازلنا مريناش حاجة كبيرة برشا. من الشأن الأمني نمشي للشأن السياسي، منظر دونك لاكتواليتي بوليتيك بريم الغالب تقريب كل يوم، دونك وني أوبليجي باش نصغوكم أخبار تهم السياسة والأمن. ماذا بينا نعطيكم كل صباح خبيرات مزيانة، ولكن فما واقع في تونس نتعاملوا معه صحفيا وإعلاميا. الفجر في الصفحة 5، تنسيقية الائتلاف الحاكم توافق على إجراء الانتخابات المحلية في أكتوبر 2016. طبعا أكتوبر 2016 هي رزنامة ومقترح ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دات صارت عليه بوليميك تنجيو مع عنوان آخر يفسرنا، وأنه فما ناس وافقت وناس لا. ليسونسيل هل أنه بدينا نتعاملوا جديا مع مسألة الانتخابات البلدية، ولو أنه بتأخير كبير منظر؟ أنا ياسين نقول لك صحيح قاعدين نحكوا على الانتخابات البلدية وقاعدين نقولوا أنها ضرورة ولابد من إنجازها، بل هناك من حتى لقال رأي الانتخابات البلدية أهم بكثير من الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية، وهنا نتفق معه، لأن وضعية الجماعات المحلية وضعية البلدية متاعنا اليوم وصلت كما تقال إلى عنق زجاجة، ما عاش النجم نعيشه بغير بلدية منتخبة تسير المدن متاعنا، لأنه بالفعل نعطيكم هيك بركة على مسألة الفضلات طلعت ريحتنا كما قالوا في بيروت، إذن مسألة عاجلة وضرورية، لكن برغم أهمية وإلحاحية
البلديه والحايد ضروره اجراء الانتخابات، فانه الحديث ياسين مازال في حديث سياسي واعلامي اكثر منه، ما ثماش خطوات عمليه للمرور ولتهيئه الظروف لانجاز الانتخابات. وانا بصراحه تنسيقيه الاحزاب اللي اعطت اكتوبر 2016 على النسق الحالي ما نصورش كان نجموا نوصلوا لانجاز الانتخابات. والكلام هذا ما نقولوش انا وحدي، حتى شفيق بوسرسان رئيس الهيئه العليا للانتخاب المستقله للانتخابات اكد على انه اذا ما ننطلقوش الان توا في اعداد المسائل الفنيه واللوجستيه وخاصه القانون الانتخابي مناش باش نخلطوا. ويبدو انا هنا في المساله هذه برغم تعرفني جوغار توجور ليسبوار ونحب نفتح افاق فيها امال وكل شيء، الانتخابات انا ما نتصورش كما نقولوا بالتونسي على الدزه هذه باش نوصلوا نعملوها في اكتوبر 2016. يا خيبه المسعى انا هو بالعربي، لانه فريمون اذا اكثر من الدات هذه معناها باش نقعدوا 3 سنين باش نعملوا انتخابات بلديه مستقره، دونك كارثه على البلاد. وي البوليميك اللي حكينا عليها نلقاوها في جريده الصحافه من خلال الصفحه الرئيسيه نتاعها العيون، تقول الانتخابات البلديه يوم 30 اكتوبر 2016 الرباعي الحاكم يرحب، المعارضه تستنكر والخبراء يعتبرونه موعد مستحيل بايجاز، لانه تقريبا جينا على فحوى العنوان هذا منظور. هي تقريبا نفس الكلام اللي كنت نقول فيه، انه انا مع كلام الخبراء، اثقوا في الخبراء لا في السياسيين في هذا المجال، الخبراء فعلا لانهم على الميدان ولانهم عندهم عطيات امامهم. لا يمكن وفق هذا النسق الذي يتم به الاعداد اجراء الانتخابات في التاريخ المعلن عنه. يلزمنا نراو على الاقل نواب مجلس الشعب في على اهبه في اعداد القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات البلديه. رد بالك راه سياسيين نتغشوا عليك. مساج تور الظهر. تعدوا الى صريح هل هي مؤشرات لتحويل وزاري قريب، عريضه في البرلمان لسحب الثقه من وزير التعليم العالي ووزراء في امتحانات عسيره، مع اضافه وانه العريضه هذه قام بها عدد من شكون من اعضاء حزب نداء تونس، على اساس انه السيد هذا وزير التعليم العالي ما عمل حد شيء من اللي جاء للمنصب هذا. كيف كيف ان بتي مو اون باس. بالفعل انا التحوير الوزاري هذا عاده للحديث من مره اخرى، وخاصه بمناسبه العريضه اللي تقدموا بها عدد من نواب تونس ضد وزير التعليم العالي. يبدو ان هناك ضغط داخل نداء تونس لاجراء تحويل وزاري. وياسين نقول لك انه الضغط هذا مش لاجراء تحويل وزاري فقط، ربما هناك من داخل نداء تونس من يضغط لاجراء تعديل يشمل حتى رئيس الحكومه ذاته، وبالتالي هذه داخل في شوي وداخل شوي جزء منها داخل في العركه وتصفيه الحسابات داخل نداء تونس اللي كما نشوفه طب مش نرجع ونحكوا عليه في تفاصيل في مواقع اخرى. اذا لكن هذا ما يعنيش انه مع الرونتري بوليتيك الجديده، العوده السياسيه الجديده، رئيس الحكومه لابد انه يعيد يعطي سوفل جديد نفس جديد لحكومته. لابد من وزارات ما مشات زاده هذا هذا ايش حبيت نقول. التحوير الوزاري مش مطلب بحد ذاته ياسين، انما التحوير الوزاري يجي نتيجه تقييم لاداء الفريق الحكومي. هناك بالفعل العديد من القطاعات والوزارات ما مشاتش امورها، بالتالي ما ثمش حتى مشكله، لابد من اجراء تحوير وزاري واعطاء نفس وروح جديده اول حاجه للفريق والعمل الحكومي، ثم اللي ما مشاش يخليه بقعده لغيره. وهناك العديد من القطاعات اللي ما مشاتش، ورئيس الحكومه نفسه يقر بذلك. الاداء الحكومي في مشمله، والحكومه الى حد الان بالرغم انه نتضامن معها ونعرف انه الوضع صعب ونضع انه الوضع معناتها ديفيسيل اجيري، الا انه هي مطالبه ايضا بتعديل اوطارها. وانا في تقديري انتظر خلال الايام القليله القادمه ان سي الحبيب السيد باش يعمل تحوير وزاري يشمل الوزارات اللي ما مشاتش، وهي على الاقل اربعه او خمسه قطاعات ماناش باش نسموها اليوم، اما رئيس الحكومه يعرفها والناس القراب له يعرفها. وانت واحد من الناس هذوما اللي قراب لي دونك تعرف، اما نخليه كل شيء انا متابع مش قريب. لا لا قريب منظر. على كل ما هيش عيب ابريتو، انت اعلامي ومحلل سياسي دونك اوبليجي وانه تتعامل مع الامور هذه. باش نختموا مع جريده الشروق اونفان سي منظر بالضيافي، بعد ما الاحزاب خلال الانتخابات التشريعيه وحتى الرئاسيه نسات مورسو كبير في البلاد هذه، وكذلك حتى اليوم الحكومه مالوريزمون ناس نسات باش تحكي
على الثقافة اللي هي رافد من روافد أي تقدم البلاد من بلدان العالم هذه. إذا ما عناش علم متطور، إذا ما عناش ثقافة راهو زايد، وذي واحد من الناس اللي أكثر من مقتنع به. أونفان كونت تخرج وزيرة الثقافة من الصمت متاحة، عقدت كونفرنس دو بريس البارح، حكيت على برشا أمور ما نقولش ثانوية، ولكن هات ناخذوا أبرزها. هو أنه حكيت على أن رئاسة الحكومة وعدت بالترفيع في ميزانية وزارة الثقافة، ولهنا إعادة سؤال ممكن تطرح خلال النظام القديم، نظام الرئيس السابق بن علي، وأنه الزيادة أو الترفيع في البيجي كان استعراض أكثر منه تحقيق إنجازات فعلية لتطوير قطاع الثقافة. نخافوا وأنه السيناريو سيرا دو روتور. منظر في البداية ياسين، والله أنا اليوم على كل فرحت أنه كلقيت أن وزيرة الثقافة عملت كونفرنس دو بريس، أنه ما زالت عنا وزيرة الثقافة وزارة الثقافة مدام فيرت، مدام فيرت مدام فيرت كما قال في الكومينيكي الشهير بتاعهم. دونك ما ثماش وزارة الثقافة وما ثماش وزير الثقافة، وربما هنا ونقولها وهذا مش اتهام لحد حد، في الفترة الأخيرة من بين القطاعات اللي ممكن الناس تطالب بإجراء تعديلات وتحوير فيها هي في وزارة الثقافة. وزارة الثقافة إلى حد الآن الوزيرة تاع الثقافة ولا هي بالقطاع هذه ما ريناهاش تتحرك وما ريناهاش حتى شيء، وبل بالعكس حتى هناك عديد من الأسئلة رافقت كل التظاهرات الثقافية، وخاصة المهرجانات الصيفية ومهرجان كارتاج والمهرجانات الكبرى، التظاهرات الثقافية الأخرى كلها المبدعين يتشكاو، ما ثماش كومينيكاسيون، تونس ما ريناش فيها حتى حدث ثقافي، فريمون الوضع الثقافي بائس جدا. وأنا من الناس رأى أنه لا يمكن بناء انتقال ديمقراطي حقيقي بدون عمق ثقافي وبدون حراك ثقافي. صحيح أن وزارة الثقافة مش هي تعمل الحراك الثقافي، إنما على الأقل هي تأطر، هي تدفعه، هي تشجعه في الظرف. على غرار ما صاير في مجال وزارة التربية وكذلك في وزارة الصحة ريالمو تقريب لونانيميتي، وأن زوز وزراء هذوما عاملين إيفور، دونك نحبوا في قطاع الثقافة وزير بلو ديناميك وسورتو عنده اون فيزيون لتطوير أو على الأقل فهم شنو يحب يعمل مع أهل ذكر المبدعين سواء كان في المجال الموسيقي المسرحي والسينمائي وغيره. هذا تقريب شنو نحب نقوله منذ أي هذا ياسين حبيت نقوله. إن شاء الله مع الرونتري هذا وزير الثقافة أي تكون عملت ندوة صحفية على الأقل اسمها ولي دور في الصحافة وهو أضعف الإيمان. واضح. هكا نوصلوا إلى آخر روبريك متاعنا هيدلاينز. كما قلت لأي تونسي في كرهبته في خدمته يسمع فينا على راديو كابا فام ياخو فكرة، ولو أنه ما ينجمش يقرأ جرائد بحكم العمل متاعه، أو حتى نعرفوا لتونس زادة ما عاش تقرأ برشا الجرائد التونسي، نعطيه فكرة على أهم العناوين والأكتواليتي اللي صايرة في بلادنا. يسين نحب في الجرائد بربي ملاحظة بسيطة للمؤسسات الصحفية، لكثير من المؤسسات الصحفية والعلمية، وهذا كنا نحكوا فيه ياسين، مش نحكوا على المضمون تو وعلى المحتوى شكل. يا أولادي الطباعة تجينا جرائد من غير لنسموها تو ما نجموش نقراها، مش مطبوعة أخي فينا مطبعة طبعة في التراش وين تعمل المؤسسات الصحفية وأصحاب المطابع يزم يزم. هنا نقول جريدة التونسية، جريدة الفجر، جريدة المغرب، رام اليوم وصلوا مش اليوم برك لو عنا أسبوع كامل يوصلونا نسخ ما تتقراش، ما نعرفش وين طبعت، ما طبعتش ظهري بمطبعة، منسميه ولا ما نسميهش ما هوش في نقص أو يزيد شيء، لأنه في كلمة أخيرة تقريب أغلب الجرائد اللي جارتنا لكاليتي نتاع الطباعة نتاعها حاجة سخف سخف وضحك برشا. دونك إن شاء الله المساج يكون وصل، ولو أنه نجموا يسمعونا وما يتقلقوش، معنى هذيك قوة التونسي اليوم. على كل مرة أخرى صباحكم بالخير، صباحكم الكل إن شاء الله يا ربي بركة، نهاركم طيب. مازلنا باش نرجعوا لكم بعد شوية، عنا زادة فلاش نيوز، لكن توا نخليكم مع أن توب أسوكسي للفنان الكبير إلتون جون أبليف. الكلمة ليك.